إلى ملف العلاقات الروسية الأمريكية والتي تشهد توترات كبيرة في الأونة الأخيرة. اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية أجريت في قرغيزستان قال أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تسوء أكثر فأكثر. يشير بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات على بلاده. صرح الرئيس الروسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسوء بوتيرة متسارعة. بوتين أدلى بهذه التعليقات قبيل قمة لمجموعة الـ20 في وقت لاحق هذا الشهر باليابان. من المحتمل أن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب. لمزيد من المتابعة حول هذه الجزئية ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا وسهلا بحضرتك. هل يستصرخ الرجل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تحسن من علاقاتها أم أن الرجل يقول أنه قد يستغني عن التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو التحالف المفقود أصلا بهذا التصريح؟ في اعتقادي هو بيحاول يستحس الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن نقاط مشتركة، لأن هناك من يتحدث في رأسات الأمريكية عن ربما عقد يعني صفقة سوف يعرضها الرئيس ترامب خلال قمة أوساكا قمة الـ20 على الرئيسين الرئيس بوتين وعلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما وصف الرئيس بوتين بالفعل العلاقة سيئة للغاية في كافة المحاور، يعني مثلا الانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، هذا جعل العالم على بعد يعني خطوات من تدمير كل الكرة الأرضية. أيضا الكونغرس كان أبلغ خلال الأيام الماضية البيت الأبيض بأنه غير مستعد لتمديد اتفاقية ستارت 3 اللي هتنتهي 2021 وهي متعلقة بالصواريخ طويلة المدى التي تحمل رؤوس نووية. الرئيس الأمريكي لديه أمل أنه قبل أن يتم أن تنتهي فترة تعليق اتفاقية عدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي بدأت في يناير وتنتهي في شهر يوليو القادم، لديها أمل قبل أن تنتهي هذه المدة فترة التعليق وبدء الانسحاب الرسمي أن يتم التواصل ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية جديدة. لكن وجهة النظر الأمريكية بتقول علينا أن نحول التحدي إلى فرصة، بمعنى أن انسحاب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية ينبغي أن يتحول إلى فرصة أن كل الدول التي لديها صواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتستطيع أن تحمل رؤوس نووية لابد أن تنضم لهذه الاتفاقية، والمقصد هنا الصين بالإضافة طبعا إلى باكستان والهند وإيران. لكن هل دكتور أيمن هل يتصور الرئيس الروسي مثلا أن العلاقات مع الإدارة الحالية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يحاصر كثيرا بملف العلاقات مع روسيا منذ أن وصل إلى سدة الحكم ربما حتى قبل أن يصل، هل يتصور أن تتحسن العلاقات مع واشنطن في ضوء هذه الإدارة التي أصبحت معبأة بكثير الصقور؟ يعني ربما روسيا تحديدا بتعول على فكرة ما يعني خلص عليه تقرير مولر. تقرير مولر على الأقل برأ نسبيا الرئيس ترامب وجعل الرئيس ترامب يعني في حرية يعني أكثر نسبيا أيضا فيما يتعلق بحركة المناورة أو مساحة المناورة للتقرب من روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب والإدارة الجمهورية الحالية بتعتقد أن ما لدى الديمقراطيين فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي أصبح ضعيفا للغاية وأنه أصبح مستهلكا. لكن العلاقة مع روسيا ليست مرتبطة أو موقوفة فقط على فكرة التدخل، العلاقة مع روسيا تثير حفيظة ليس الديمقراطيين فحسب ولكن عدد كبير من الجمهوريين والسيناتور الراحل السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين كان له تحفظات بالجملة على العلاقة مع روسيا وكان يرى أن هناك مشكلة حتى في عقد قمة عابرة بين الرئيسين. دونالد ترامب يدرك أن المسألة ليست مرتبطة فقط بمناكفات سياسية. صحيح، أنا أتفق معك، ليس فقط جون ماكين لكن أيضا لينزي جرهام وبعض الصقور في الحزب الجمهوري بيعتقدوا أن روسيا هي خطر كبير على المصالح الأمريكية. لكن أنا في تصور الإدارة الجمهورية والنسبة الغالبة في الحزب الجمهوري يقول أن ربما يمكن احتواء أي نشاط من قبل روسيا. الخطر الآن يأتي من الصين، كل الخطر الآن موجه إلى الصين. كما تعلم استراتيجية الاستدارة شرقا التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2012 وتقول أن الصين هي خطر كبير جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية انتجت قوم 20.4 تريليون دولار، تأتي بعدها مباشرة الصين بإجمالي إنتاج قومي 13
تريليون دولار. أصبحت الصين ثاني أكبر دولة تنفق على السلاح والتسليح وليس روسيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية ب 285 مليار، تأتي بعدها روسيا بمسافة كبيرة جدا 85 مليار فقط. أيضا هناك تخوف أمريكي من البحرية الصينية التي نامت بشكل كبير للغاية، وبالتالي تحرص أمريكا على عسكرة بحر الصين الجنوبي وخلق مشاكل للصين. دكتور أيمن، نحن ناقشنا بالأمس في حلقة في فقرة كاملة حوارية دارت بالأمس حول التقارب الروسي الصيني وتأثير ذلك على مستوى العلاقة الأمريكية بكلا الدولتين. ألا ترى الإدارة الأمريكية أنها بتسويء علاقاتها مع روسيا والصين على حد سواء قد تخلق حلفا جديدا، ربما يكون حلف الضرورة لكنه سيحمل مدار واسع على الولايات المتحدة في ضوء المعطيات التي أشرت إليها؟ بالتأكيد، يعني أنا كتبت مقال بالأمس اسمه الناتو الروسي الصيني، بيتحدث عن فرص التقارب بين الصين وروسيا على يجمعهما فقط العداء للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مخاطرة كبيرة جدا من قبل الإدارة الأمريكية. لكن بالمناسبة الآن في الأوساط الأكاديمية الأمريكية بتحدثوا عن اثنين سيناريو، إما سيناريو الصدام المباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذا في اعتقادي سوف يتم استبعاده في النهاية، أو ما يسمى بسيناريو برجينسكي. سيناريو برجينسكي كان دائما ينصح الرئيس كارتر بعدم الصدام مع الصين، لكنه خلق مشاكل ما بين الصين وحلفائها أو جيرانها الأسيويين في المنطقة، وبالتالي سوف ربما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لدق سفين ما بين الصين والهند من ناحية، ومحاولة إبعاد روسيا عن الصين، لأن التقارب في الروسي في مقالك الصيني. في مقالك دكتور أيمن حضرتك أشرت إلى التلاسن أو ربما الحدة التي تحدث بها وزيري دفاع الدولتين في مؤتمر شانغريلا الأمني بسنغافورة، وكان الحديث ربما في قدر من الخشونة من أن الولايات المتحدة تنصح أصدقائها الآسيويين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر حيال ما تقوم به الصين، وفي ذات الوقت حديث الوزير الصيني من أن الذهاب إلى خيار عسكري حتى وإن لم يكن مستبعدا في هذه الفترة فالصين مستعدة له. روسيا موقفها يبدو أنه يأتي كموقف وسط، لا هي الدولة التي استعدتها واشنطن على هذا النحو ولا هي الدولة الحليفة، ما بين بين. هذه الوضعية تبدو أكثر إراحة لروسيا يفترض، خصوصا في بعض المجالات التي تجد فيها روسيا مجال حركة أوسع دون تضييقات من واشنطن. أنا في اعتقادي هذا الأمر بالفعل، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقادي لا ترى يعني خطورة كبيرة جدا من روسيا في الوقت الحالي. كما تعلم الاقتصاد الروسي ليس في أحسن حالاته، حتى الحديث عن الأسلحة الروسية إذا ما قرنت بالأسلحة الأمريكية هي أقل يعني كفاءة منها على المستوى الدولي. هناك تراجع لروسيا في مناطق المحيطة سواء في أوروبا الشرقية أو في بعض الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، كل ذلك يجعل من روسيا يمكن أن يكون لها وضعية أكثر أريحية في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية عكس الصين. أنا في اعتقادي هناك هلع أمريكي الآن من الصين، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت حتى أن تجابه الصين عليها أن يكون لديها علاقة أكثر ودية مع روسيا، على الأقل من باب أن تفكك هذا الحلف الذي يمكن أن يقوم في المستقبل ما بين يعني روسيا والصين. طيب والصين. أنا أسمع من حضرتك الآن ما تقوله هو ذات التحليل تقريبا الذي ذهب إليه أيضا بالأمس ضيفنا من واشنطن دكتور عاطف عبد الجواد، من أن الولايات المتحدة لا تخشى روسيا، روسيا لا تشكل خطرا لا عسكريا ولا اقتصاديا، روسيا لديها مشكلات بالجملة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية تجعل منها ندا لا خصما أو عدوا، وبالتالي كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تقنع خصومها في أوروبا الشرقية، خصومها في منطقة البلقان، خصومها أو حلفائها عفوا في منطقة البلقان وفي منطقة البلطيق الذين تريد الولايات المتحدة أن توسع من مجالات الحركة معهم، إذا كانت روسيا في حقيقة الأمر لا تمثل أي إشكالية بالنسبة لها؟ أنا في تصور الرئيس ترامب هو أكثر الرؤساء الأمريكيين فهما لهذه النقطة. الدليل على ذلك دائما ما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن دور أوروبي سواء في الانفاق العسكري، في قضية التسليح، إرسال القوات الولايات المتحدة الأمريكية لقطع عسكرية أو حتى مدربين أو حتى الطائرات يعني ما تسمى القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى، ترسلها بعدد محدود للغاية، ربما لإرسال رسائل طمأنة فقط للحلفاء في هذه المناطق. لكن كوجود كبير أنا في اعتقادي هو وجود يعني رمزي ووجود محدود للغاية، وخلال العامين الذي تولى فيهم الرئيس ترامب في البيت الأبيض لم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية أي كتيبة كبيرة سواء إلى بولندا أو رومانيا أو لكن دول هو هناك نية لإرسال 1000 جندي أمريكي إلى بولندا لعلها نشرت بالأمس. أنا في اعتقادي أنا تحدثت أن هذه أرقام قليلة، ربما فقط من باب إرسال رسالة للطمأنة
الولايات المتحدة الأمريكية في يقينها وفي مخيلاتها وفي كل جوارحها تدرك أن الخطر من روسيا يمكن احتوائه على الأقل، لكن الخطر من الصين لا يمكن احتوائه. لعلك أشرت إلى مقاله القائم بمنصب وزير الدفاع الأمريكي عندما قال أن سلوك الصين في آسيا لا يمكن تحاشيه أو تجنبه بعد الآن. أنا في اعتقادي هذه جمل يجب التوقف عنها. لأول مرة الصين كانت تتجنب ذكر كلمة الحرب التجارية، كانت تسميها الاحتكاكات التجارية، الآن تتحدث عن الحرب العسكرية. إذا نحن في مرحلة متقدمة جدا من الصراع الصيني الأمريكي، لكن ربما الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ من روسيا يعني ورقة حتى تضغط عليها، ربما حتى لتبعدها عن روسيا في المستقبل، وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقادي على مجموعة كبيرة جدا من الروس تقول علينا ألا نتبع الصين. نعم. لأن كثير من الروس بيعتقدوا أن سيناريو كندا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتكرر مع روسيا أن تكون. نعم. تابعة للصين. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.